السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم مرة أخرى. عواشركم بروكا، نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم احنا كنت واجدوا بالقرب من شجرة المونغ أو المانغو كما تشاهدون، وأمامها كيلوغرامين من الثوم. سوف تتساءلون ما علاقة المانغو وباقي الأشجار المثمرة وحبات الثوم. اليوم نحن تقريبا في أواخر شهر أكتوبر، يعني وقت مناسب جدا لزراعة الثوم وكذلك لخدمة الأشجار المثمرة. يعني تقريبا لازال هناك شهر تقريبا أو نصف شهر سوف نقوم بإضافة السماد العضوي، سواء سماد الغنم أو سماد الأبقار أو كلاهما. إذن إخواني أخواتي، السؤال المطروح هنا: ما علاقة الثوم بالأشجار المثمرة؟ سأقوم بغرس إن شاء الله تقريبا رأسين من الثوم في كل شجرة. سأقوم بهذه العملية لأمرين مهمين: أولهما سأستفيد في آخر مراحل نضج الثوم من الثوم، يعني سأستفيد من غلة الثوم. والشيء الثاني والمفيد وهو المبتغى من هذه العملية هو حماية شجرة المانغو من مجموعة من الفطريات. هذه العملية يقوم بها بعض المزارعين وليس جل المزارعين. إذن هذه العملية فهي بيولوجية واقتصادية في نفس الوقت وحماية للبيئة. سنقوم بهذه العملية جد سهلة، سنقوم بغرس رأسين من الثوم في كل شجرة عوض المبيدات الفطرية الباهظة الثمن والتي تؤذي الإنسان والحيوان والحشرات والأرض. إذن سأريكم العملية جد سهلة. إذن بسم الله على بركة الله، سنقوم بحفر سنتيمترين، سنقوم بوضع هذا في الجزء الأسفل هكذا، وسنقوم بالردم نفس العملية. سنقوم بوضع الثوم هكذا ثم نقوم بالعملية. وها أنا قمت بعملية الغرس جد سهل للثوم، وسأحمي الشجرة وكذلك أقوم بالاستفادة من رؤوس الثوم في نهاية السنة إن شاء الله. إذن إخواني أخواتي، لا تبخلوا علي بتعليقاتكم وكذلك اللايكات الجميلة، ولا تنسونا بالدعاء إن شاء الله. وستجدون الرابط لباقي الفيديوهات التي تتكلم عن حماية الأشجار المثمرة. وعن تساؤلاتكم فالواتساب موجود في القناة. إذن سأترككم إلى فيديو لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.